الصحراء العربية بحر واسع بأمواج متحركة من الرمال وأحجار تحمصت تحت أشعة الشمس. تحت تلك التلال الرملية اللامتناهية يختبئ النفط، الذهب الأسود، شريان حياة عصر الآلات الحديث. لأكثر من 400 سنة حكم العثمانيون تلك الأراضي بكل ما فيها من ثروات، ولكنهم لم يحكموها بلا معارضة. قامت مجموعات متمردة صغيرة من البدو بتوحيد أنفسهم من أجل الإطاحة بحكم العثمانيين، ينقضون بلا سابق إنذار ويختفون فجأة داخل الصحراء. قاتل إلى جانبهم ضابط بريطاني منفرد، شجاعته حققت له شهرة كبيرة، ولكن عرفه العالم باسم لورنس العربي. إنك تعتمد في الصحراء على التخطيط الجيد، لكنك تتمنى أيضاً ضربة حظ. كان الحظ حليفنا عندما علمنا بقطار العثمانيين الذي خرج عن مساره مؤخراً وكان يحمل أهم شحنة. انضمت دورية صغيرة إلى العثمانيين الذين نجوا من التصادم وحرسوا الحطام معاً منتظرين التعزيزات. يتميز المقاتل المنفرد بميزة واحدة عن قوة العدو الكبيرة، يمكن للمقاتل المنفرد أن يتحرك متخفيا. قاتل رجال القبائل بطرق غير تقليدية باستخدام الأسلحة التي يعرفونها جيدا. كانت مميزاتهم الأساسية هي الثبات والذكاء الفردي والشجاعة. هناك فارق كبير بين رؤية شيء ما وامتلاكه بين يديك. اخرج، انتهى الأمر. لم تعتقد أننا سنأتي بالسرعة الكافية لنمسك بك هنا يا لورنس العرب. لقد كنت أعتمد على ذلك. هاي لورنس، خدعة ذكية جدا. الآن المفترس أصبح الفريسة. معذرة، فصديقتي أحيانا ما تكون فظة. سوف تخبرنا كيف سنخدع قطارك حتى نستدرجه لفخ وندمره. مستحيل. لتتمكنوا من التواصل معه فقط ستحتاجون إلى دليل كامل لشفرات الاتصال. أوه، أتقصد واحداً مثل هذا؟
لن يمكنكم تعطيل تقدم الآلات. يوما ما العالم بأكمله سيحتل أراضيكم وسيأخذون الذهب الأسود من تحت رمالها. سوف نرى يا صديقي. غيرنا موقعنا بالوقت المناسب. تلكيشي كان ساذجا للغاية ليعتقد أننا سنبقى بعد هروبه. الكنفار لن يتوقف عن مطاردتنا. لن يتوقف. دعيني أفكر. القطار قادم من رحلة طويلة، لذا سيتوقف ليتزود بالماء وهنا سننقض. اتفقنا، سأتولى أمر الحراس وسأضع متفجرات على القضبان. جيد، وأنا سأحشد مقاتلين. عندما أفجر القضبان سينحصر القطار، وعندما تسمع الانفجار أهجم بكل ما لديك. جيد، خذي بعين الاعتبار أن الرجال قد لا يأتون. ربما تتمكنين من التفجير وتجدين نفسك وحيدة، تعلمين ذلك. أعتقد أنني لن أعرف ذلك حتى يتم التفجير. كيف وجدته يا زهرة؟ كنت محقة، لنتطلع لأفكار وأعمال أكبر. ربما نفكر بقناة السويس. أخبريني، ماذا تعرفين عن البارجين؟ اتفاقية سايكس بيكو طالما أثارت مشاعر من الغضب والإحباط لدى أجيال متعاقبة من العرب. هذه الاتفاقية تم التوصل إليها في مايو أيار عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، والهدف تحديد مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا في غرب آسيا مع تهاوي الدولة العثمانية بعد هيمنة استمرت قرابة 4 قرون. المفاوض البريطاني سير مارك سايكس ضمن لبلاده مكاسب عززت مكانة بريطانيا في المنطقة لأمد طويل. قابلت حفيد سير مارك سايكس لمحاولة معرفة المزيد عن دوافعه عند إبرام الاتفاقية. He didn't like the Turkish Empire, and the Turkish Empire was not kind, and he just wanted to, insofar as he could, help the Arabs. But the number one consideration was not the Arabs, it was Britain and Britain's power and place in the world, and above all, keeping the route open to India. الخط الأفقي على خريطة الاتفاق يبدو مستوياً ودون تعقيدات، ولكنه لم يعكس على الإطلاق واقع الشعوب التي تقع أراضيها على تلك الخريطة. بموجب المعاهدة حصلت فرنسا على السواحل اللبنانية والسورية ومنطقة الموصل في العراق،
امتدت سيطرة بريطانيا على مناطق طرف بلاد الشام الجنوبي متجهة شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والشام. أما فلسطين فتقرر أن تقع تحت إدارة دولية، ولكن مصيرها أصبح محتوما بعد عام واحد فقط مع صدور ما يعرف بتصريح أو وعد بالفور الذي ينص على إنشاء وطن قومي لليهود. لا تنسون عام 1907، أوصيكم وأنتم وأبنائكم لا تنسون 1907، مؤتمر آخر نجني ثماره المرة الآن عام 1907، دعا له رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسمه كامبل بانرمان، دعا سبع دول أوروبية ليست من بينها ألمانيا، دعا سبع دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار. فيسأل السبع دول، يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير، لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة السقوط؟ فإذا بالإجماع يقول لا نريد البقاء على القمة. وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي، كل الوفود، كل فرد أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي. فإذا بيسأل كامبل بانرمان استلمتم الخرائط؟ قالوا نعم، ويدوا يطلعونها يعني. فإذا بيقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا، هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة، يتقاتلون على قطرة ماء، لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة، يمتلكون ما لا نمتلك، كلهم إلا بعض الأقليات البسيطة كلهم يتبعون دين واحد، بينما في أوروبا عشرات وعشرات المذاهب يتهمتلوا دين واحد، لغة واحدة. يقول من يذهب من الكويت إلى نواكشوط ما يحتاج مترجم، يتكلمون لغة واحدة. شوف المساحة الشاسعة، هذه المنطقة تشرف على أوروبا من الشمال وعلى أفريقيا من الجنوب وعلى شبه القارة الهندية وعلى آسيا، هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك، المواد الخام اللي يحتاجها الغرب، هذه المنطقة تستطيع أن تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز، باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق. فإذا هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة إن نهضت، لأنهم كما قال لا يحتاجون إلا لقيادة صالحة، بس قيادة صالحة، متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الأمور، لأنهم لديهم كل مقومات النجاح. فإذا بالسؤال ماذا نفعل، أنا أتمناكم إخواني والله لو إحنا ندرس المادة خليناكم تقرؤون كل مقرراتهم، خلونا نفهم شو اللي صار ضدنا. إذا بهم يصلون كما قلت لكم إلى ثلاثة أمور، يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، ما سموه إسرائيل، الأوراق عندي ما قالوا إسرائيل بالإنجليزي وبالعربي، لكن ما قالوا، قالوا جسم غريب. هذا الجسم الغريب له ثلاث أهداف، الهدف الأول أن يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، الثاني أن يكون ولاء أهل الغرب، الثالث وهو المهم، الثالث وهو المهم أن يجعل المنطقة في حالة لا توازن، لأن التوازن يولد الاستقرار والاستقرار يولد النهضة، ونحن نريد أن نخلق أجواء تمنع نهضة الأمة، إن نهضت فستأتي على حسابنا. هذا الكلام في مقررات، إذا ما قرأناه هذا خطأ نحن. فإذا بالغرب بالفعل يقرر إنشاء جسم غريب له ثلاثة أهداف، يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، يكون ولاءه للغرب، ويعطل نهضة الأمة العربية. ليه ما قرأنا هالمقررات من عام 1907 يا أحبابي، من عام 1907 ما قرأنا هالمقررات؟ والله لو الأمر بيدي نقررها على طلابنا في كل المراحل،
نحن إلى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذاك المؤتمر، وأتحدى أن يكون أحد عنده مقررات المؤتمر، أتحدى. بينما الذي عرف عنه اليهود، فإذا باليهود بقيادة حاييم وايزمان يذهبون إلى بريطانيا أم الخبائث وإلى ألمانيا وإلى كل الدول. وأول ما ذهبوا طبعا للخلافة التركية، لكن منعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان. فإذا بهم يقولون قرأنا المقررات، إيش رأيكم إحنا نكون الجسم الغريب، نعاهدكم إن ولاءنا لكم للغرب، بس بشر ما تتركونا، كل ما نطلب منكم أعطونا إياه، لنا دور واحد، تعطيل نهضة الأمة، يكفيكم قالوا يكفونا، يكفينا ذلك. فاللي تراه أنت الآن هذا عقد بينهم، أننا نعطل نهضة الأمة، نجعل الأمة في حالة لا توازن، لأن التوازن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد النهضة، ونحن لا نريد هذه النهضة. فإسرائيل لا تريد أن تخسر كثير، تعالوا أنتم ما نقوم بدوركم. فلا يمكن تسمح لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي دول دي بهزيمة إسرائيل، لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907.